السلام عليكم ومرحبا فيكم اخيرا في تختيم لعبة Silent Hill 2 Remake. اخيرا اللعبة نزلت وان شاء الله باختمها كاملة في القناة. وقبل لا نبدأ لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات اول ما تنزل. ويلا بدون مقدمات زيادة نقول بسم الله ونبدأ. جيمس عودة جيمس. Ooh, the graphics nice. ريميكس جديد للموسيقى عن الأصلية ماري. Could you really be in this town? فالنتين فيها موجودة في هالمدينة. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. هذه بداية اللعبة الأصلية. I got a letter. حصل رسالة. The name on the envelope said Mary. مكتوب على رسالة مرسولة من ماري. My wife's name. اسم زوجته. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. مستحيلة. That's what I keep telling myself. لأن Mary died of that damn disease 3 years ago. زوجته ميتة من 3 سنوات. So then why am I looking for her? Our special place. مكاننا الخاص. What could she mean? وش تقصد? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? ندور على زوجتنا. زوجتنا؟ زوجته بس مو أنا. Alright, نبدأ اللعب. ما شاء الله. أول شيء نشيك على الشنطة أو السيارة فيها خريطة. ثلاث ماب جنوب فيل. هذا أنا هناك. شوفني تحت في الزاوية يمين. هذه الخريطة. اوكي نتجه الى الى سايلنت هيل. تلوكا ليك. بحيرة تلوكا. معليش لو كنت ساكت بس خلو بأن بستمتع باللعبة صراحة.
ايه شوية لاج شو اسمه اللعبة ثقيلة على البي سي حقي بما انه قديم. اوكي اصوات غريبة طبعا. اوكي هذا حق الحفظ. نايس اوكي اول سيف بوينت على قولتهم. Someone's groping around my skull. واحد قاعد يمسك جمجمته. للاسف ما فيها ترجمه اللعبه ابدا مع انها مداهم بس يلا وش نسوي احنا بعد. وصلنا كيف افتح الخريطه؟ اوه فيها داج. ايوه اوكي هذا نفتح الخريطه. وصلنا الى المقبره جريف يارد وهنا منقابل انجيلا. Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. ضايع. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. أدور على مدينة Silent Hill. Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. بس في طريق واحد. أنا أقدر أضيعه. Thanks. شكراً. But... I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog either. أنا صوتها ما عجبني. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain. ما أقدر تشرح لي. I'm not lying. No. Believe you, it's just I don't care. I guess I don't really care if it's dangerous or not. ما تهمني لا كانت خطيرة أو لا. رايح رايح. I'm looking for someone. قاعد يدور على شخص. Someone very important to me. شخص مهم بالنسبة له. حتى هي نفس الهدف. I'm looking for my mama. I mean my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them. ركز على قصتها. اسمعوا وش تقول. I'm sorry, it's not your problem. No. مشكلتك. I hope you find them. Yeah, you too. أول شخص نقابله في سايلنت هيل هو أنجيلا مو أنجيلا أنجيلا. لو رحنا وكلمناها مرة ثانية. Did you want anything else? No, it's just this fog. أوه شوفوا كيف الضباب. Does it seem unsettling to you? I guess. It's just through the gate and down the path. You'll get there in no time. Nice. أتوقع موجود. Good luck finding your the one you're looking for. Yeah. Okay. أنا ما أدري إذا كان هذا موجود في القصة في اللعبة الأصلية تقدر تتكلم مع أنجيلا زيادة. Okay. خلصنا أتوقع. لو كملنا بالضبط. إيه خلينا نتمشى في المقبرة نشوف. هذه كنيسة كان نقدر ندخلها بس ما أتوقع. Huh.
اوكي يلا على سايلنت هيل. هذا هو الطريق. لحد الآن مستمتع باللعبة أنا، ماني ما لعبت إلا خمس دقايق يمكن، بس الأجواء نفس الأجواء الأصلية، هذا اللي أشوفه لحد الآن. هذا ما نقدر نروح هنا، في سيارة هنا. طبعا هذه على هالكلمة دي سايلنت هيل رانش، مزرعة سايلنت هيل، عليها ميم لأن الخط اللي مستخدم في نسخة الـ HD Collection كان خط قبيح وعادي مرة. Alright. أتوقع في شيء في هالأماكن دي. طلعنا في الخريطة بس. أوكي. وصلنا تقريبا. نحن هذا في المزرعة. ما الصوت؟ اوكي اوتو بارتس الأجزاء الأوتوماتيكية. يبغون نحصل مفتاح. اوكي هذا شيء جديد. اوكي يبغون ندور مفتاح، بس دقيقة قبل personal. رسالة ماري موجودة عندي اقدر اشيك عليها. investigate read كيف. اوكي in my restless dreams في حلامي المضطربة اشوف المدينة سايلنت هيل او التل الصامت. وعدتني انك تاخذني هناك مرة ثانية بس ما وديتني. الحين انا هناك في مكان الخاص انتظرك. فليب، ليش فليب؟ فيها شيء ما فيها شيء. اوكي بس يبغانا ندور مفتاح. اوكي هذا المكان مفتوح. اوكي مسكر. Went to town to get the window fixed. رحت للمدينة عشان أصلح النافذة. المفتاح الاحتياطي موجود في المجر. أي مجر؟ Hello. Anyone in here? أنا شوي ظلمة. زوم. اوكي قدنا المفتاح. اوكي alright nice. غلب هالمناطق ما اقدر اروح او هالاماكن ما اقدر اروح استكشفها. انا قاعد شو اسمه خلينا نستمتع اللعبه بزياده اكثر. هذا هي لوحه سايلنت هيل. اوه الموسيقى وصلنا.
اوكي اللعبه صايره تلقلق واجد. الله يعين. وين انا الان؟ ويتس رود. اتمنى في ايش اسمه زر ابسط عشان اطلع الخريطة على طول، ما ادخل محتاج اروح الملفات واختار الخريطة. رود رانر. اوكي نمشي في الضباب. سايلنت هيل. ويش وصل لسايلنت هيل. اوكي وصلنا وهذه الخريطة. الان احنا هنا. يلا نبدأ. نكست. اوكي نايس. نبدأ نستكشف كل هالمكان. ايه وش كاتبين؟ زر فوق عشان افتح الخريطة. اوكي كده اسهل. الحين نروح. وين روحنا؟ خلينا نروح يسار. لو روحنا يسار وين كنا وين نوصل؟ نرجع. بس خلينا نروح نشيك. هذا الطريق المفروض مسدود. اقدر افتح السيارة اشوف ايش فيها. اوكي يلا نروح ونشوف. فلاورز. اوكي محل زهور. يمديني ادخل؟ يمديني. اوكي نايس. Miss Cassandra, a customer came in today. زبون جا اليوم. Ordered a mixed bucket. طلب شو اسمه؟ وش يسموها؟ باقة مخلوطة. أحمر وأبيض. I tried to explain it's bad luck. كانت تقول لي إن هذا حظ سيء. ما كان قادر إنه شو اسمه يتخذ قرار على شو اسمه؟ على لون واحد بس. He seemed a bit off. كان شوي يعني مضطرب. Looked at me like I wasn't even there. كان ما يشوفني. تالي على طول طلع. قال بيرجع عشان ياخذهم. I just wanted to let you know since I might be gone. بس قلت ما اقول ليش عشان يمكن ما اكون موجودة. اوكي. Miss Cassandra. راعية شو اسمه محل الورود. يعني جيت من هذه الجهة صح؟ Oh. What is this? Them? نافذة السيارة مكسورة. ايه؟ Alright. الحين لو كملنا ما ادري لو يمديني ادخل نص هالاماكن دي. قفل. هذه تجربة سايلنت هيل. اوكي. اوه يبغون اتبع الدم. More of that stuff. Stuff. رايح
على لينسي ستريت، شارع لينسي. يطلع يقول مو مصدق عيونه. وش اللي اشوفه؟ اول عدو في اللعبه. hey, wait. انتظرني. طريق وراي مسكر. ها انا مسكر. اي والله مسكر، ما في مكان. يعني نبغى نروح سيده. لا لا الضوء. اوه بخيب، وانا نحصل مكان نعبر فيه من هنا. اوكي كسر هالمكان كامل. ما عدنا نلحقه. Hello. دخل من الكراج. دور أشياء عشان ما ادري وش بالضبط. المهم الاشياء اللي تقدر شو اسمه تعمل معاها. دقيقه قبل لا ندخل. يلا يا عبد الله، احنا عرفت ان الاداء ما بيكون كويس على اللعبه. يلا ازحف داخل هالبيت والحق هالمخلوق الغريب. اوكي الكراج كله طاح. خلينا نحفظ. يعني داخلين بيتنا غريبين ما ندري عن الدنيا. علاج. اوكي نايس. مثلث عشان اتعالج. دائرة عشان اسوي دوج يا جيمس. اسمع الراديو. اي
Stay back. مهما كان ما هو بشري. ايه هذا اول سلاح عندنا يتعطي لي خشب. اوه السلاح اختفي اوتوماتيكيا. ماتكت سرنج اوكي. كيف أشيك على صحتي إذا كانت نازلة أو لا؟ صوت ماري زوجته يقول لي تعال إلى ما سمعنا الصوت عدل يشوش. اوكي معنا صوت ماري والان احنا وين؟ هنا هنا أقدر أكسر سيائر الآن. نايس. أوكي. هيك بس لا في شيء ما في شيء. كل سيائر لو بس سيارات. أوكي كل سيائر فيها ممكن. أوكي. Alright. نطلع من هالشارع إحنا الحين. أغلب هالأماكن مسكرة ها. أوه جثة نفس جثة جيمس طبعا. شخاط نيلي بار بار أوبن ما أوكي يبغى أحدد لي مكان أروحه. أوكي وهذه ورقة. If you reading this, leave. إذا تقرأ هذا اطلع روح من هنا. This place is not what it seems. هذا المكان مو زي ما تتصوره. Sometimes you have to look behind. يقول لي طلع وراك. اوكي يقول لي هالحركات. اوكي أو صار يمين مفتوح. خلينا نروح يمين أول شيء. بدي نسوي سيف. ما في شيء. هذا في شيء. خلينا نحفظ بس. نكمل. اوكي عشان نروح لهذا البار انا بروح سيده طبعا. اروح يمين دقيقه. اي انا بروح المكان المسكر انا عشان اشوف اذا في شيء. Oh, oh!
اوه هدي جيمس، مات مات. اوكي تقدر تطلع قبل لا تكسر شيء. وصلنا لاول طريق مسدود، عندنا محل. سبيشل المطعم هذا. أو فتحنا الكاش. ليش؟ ها؟ أنا صوت. ليش؟ أوكي. أخذنا عملة للبار. Nearly bar coin. A coin with nearly bar logo. ليكون هذا ممكن يكون مفتاح أو شيء عشان ندخل البار، أو كنا نستخدمه في البار. أتوقع البار بالعربي حانة صح؟ بغلية أرفع الإضاءة شوي، صار مرة ظلمة. بس يلا خدنا الشيء الموجود. بوم. الآن لو رجعنا نروح يسار. اي مات. اوكي يسار مسكر بس في نافذة. في صوت لكن. In March of 1965, the town of Silent Hill was visited by the main cycle. هذا كأنه مكتبة. اوكي ما حصلنا شيء مفيد فيه. نقدر نفتحها. alright. هلا مفتوح. اوكي. جيمس قاعد يناظر في مكان. اوه. تعال. حشرات. غرفة شو اسمه غسيل او محل غسيل. يا ابو سخين يا جيمس. بس هذا الموجود هنا. سوبر سترونج سوبر كلين. واش اواي ذا ستينز اوف يسترداي. غسل وسخ الامس. اوكي نايس. اوه لازم الاحظ الاماكن اللي عليها شو اسمه زجاج عشان دي اعرف اني مدينة ادخلها. الحين مدينة اروح مكانين يمين ويسار. خلينا نروح يمين بما ان يسار هو المكان اللي بنروحه او نقدر نروحه. هل هذا ينفتح؟ نو. نايس اول ضربة. ما مت؟ تعال لكن نايس. اوكي واحد ثاني خلنا نروح يمين. Okay. That man was here again. I told him he'd been warned not to come here. He acted like he didn't know what I was talking about. Anyway, he got up and left. He
he didn't make any sort of fuss, but there's something about him that gives me the creep. When I look at his face, it's like I'm staring at a mask and there's something underneath waiting to get out. I don't want to be there when it happens. طلعنا من هنا. اوكي. اوكي هذا الطريق اللي بنروحه، خلينا نركز على اليسار، توقع في محل بنروحه ما في. نلعب على نورمال بس كلهم بيفجعوني. اوكي نكمل نشوف ايش وين يودينا الطريق هذا. وهذا مفتوح. صراصير بحجم ما ادري ايش. اوكي بس العلاج موجود. اوكي ما اقدر ادخل هنا. لا اوكي نايس. جروفي ميوزك على شفناه في العروض، تأكدنا ان جانا ندخلها. Insult. خلص كل العلاج اللي عندي. اوكي. The janitor came in the other day drunk and in tears, had half a record with him, kept yelling, "Here we go, fix it." I was willing to do just to shut him up. So I got up to get the glue from the cabinet, but then he realized he only had the one half, so he ran out. I can't do much about the record. Maybe ask around Nellie's next time. Flip.
أوه أوكي. أغرى. والش اسمه الفاينل على قولتهم أو الشريط أو السي دي حق الموسيقى ممكن نستخدمها بعدين. Face the music, find the melody of your dream and kick your heels. Okay, وصلنا للجهة الثانية المسكرة بس هذه عليها كلام. The door that wakes in darkness opening into nightmares. يقول لك الباب اللي يصحى او ينفتح في الظلام opening into nightmares يفتح لل شو اسمه الكوابيس. لا فهمت انا واللي اذكره هذا يفتح اذا جلل ينفتح في الليل. اوكي okay. خلونا نروح الى البار الحين. سيده نوصل للبار. لازم سوبر عشان لا كل الأغنية اللي عندنا يتخلص بسرعة. American Cafe قفل. اوكي ما نقدر نروح American Cafe. اتوقع هذا الطريق او هذه الجهة هي الطريق اللي نحتاج نروحه. بس خلينا نشيك على هذه الجهة ونروح الى الحانة او البار. تعال سيارة شرطة. ليس يدوك الشرطة يا جيمس. Silent Hill Trivian. والله كل مكان اللي معها الأماكن لها أسامي الآن. أوكي وصلنا إلى البار. هذا البار اللي على يسارنا. اوكي ضربة ثانية. نايس. اوكي البي سي حقي قاعد يعاني طبعا بس يلا مو مشكلة. دخلنا الحانة او البار. يقول لك I don't know what got into him. He just started smashing the thing. Had to throw him out. He ran out, cried. He'd fix everything. I got it up what I could. Still haven't found one of the up buttons. هذا يقول لك عايش في شقة رقم 9. هذا نفس اللي شفناه في مكان محل الموسيقى اللي كسر السي دي. فالنص الثاني يقولوا انه موجود هنا. دقيقة بس. There was a hole here. في حفرة هنا بس الحين مو موجودة. It's gone. هذا مشغل الموسيقى من كده يبغون هذا هو النص. نص السي دي. اوكي اوكي زوم. كي ايتمز. هذي كي ايتمز. صلحناه. اوكي نايس. والحين نجي نستخدمه. دقيقة.
back. Nice. Okay. Okay. One and so is she. Uh-huh. Inventory. Boom. شغلنا. Okay, nice. ما خلصنا أصلاً. في أرقام وفي أحرف. هو استخدمنا احتاج اني احط شو اسمه احط القطع النقدية اللي حصلناها. الحين نضغط سي 2 نو ايتم. Four, five, six. لحظة يبغون نتحكم نحط الشريط هنا. Six ممكن. دقيقة أتوقع يبغون نحصل الزر. خلينا نروح هنا. في هنا باب بشكله مقفل. يبغون نحصل مفتاح. هو موجود في سي 2 بس 2 مو موجود. نو ايتم. يبغى نحصل ايتم. اوكي اتوقع ممكن نرجع بعدين لو حصلنا المفتاح للحانة. الحين حصلنا ان هنا في لغز ما قدرنا نحله. ما عندنا الايتم عشان نحله فبنرجع بعدين. فالان احنا هنا خلنا نكمل نكمل سيدة خلنا نكمل من هنا. ما لم جيت من هنا. هابي برجر. راح موت. هذا البرجر في نافذة. نقدر ندخل منها. ندخل من هنا. شوف عليها خلق زي الخلق. هذا يعني نقدر ندخل منها. اوكي باب مقفل. اوكي الفيديو الجاي ان شاء الله برفع الاضاءة شوي بس ما نعرف ارفع الاضاءة. حاولت ارفعها ما عرفت. read feel the graven you can you just can't help it go for it. اعلان للبرجر. اشرب اشرب يا حبيبي. اوكي حصلنا شراب على طول استخدمناه. ايش في هنا؟ في شيء؟ اوكي رفعنا الاضاءة. ايش رايكم؟ شوفوا الفرق. الحين اقدر اشوف. I'm not about to end up.
اوه دقيقة دقيقة في شي ها اوكي يمديني ازحف في من فتحة واطلع ها ان هذا الباب مسكر ها ها اوه هذا ما شفته بس ما طلع لي اي علامة اني يمديني ازحف هنا زين شيكت على الباب اللي قبله لا والله الان عيوني ما اقدر اشوف اوكي علاج مشكلة حصل علاج وخسر على طول أضحك صح؟ alright لا من هنا ميوزك باكس اكو أشر على الخريطة هنا عدل اوكي هذا المكان مسكر يب يبقى عندنا اوكي هذا المكان جديد Green Pharmacy عم بيدخل Alright وش المحل شيكت عليه apartment هنا في مكان شقق هذا اوه هذا ما كان موجود في اللعبة الأصلية دقيقة يمدينا اتوقع اميت ديدي جيمس اتوقع يبغوا يمد ديده اوكي يبغى نروح اوه مدينة دفة ناس شقة رقم 9 اتوقع هذا المقفل صح كان اوكي اوكي شقة رقم 5 حصلنا نفتح شقة رقم 5 وهذه شو اسمه رسالة apartment 5 left his key says there is a leak from upstairs got a checker اوكي خلنا مفتاحه عشان في تسريب الحمام في الشقة المهم هذا التشويش من هذا ولا هذه apartment 2 قفله ندور على الشقة رقم 5 هذه خريطة الشقق اوكي خمسة في الطابق الثاني اوكي هذه اللي هو شو اسمه الصيدلية اللي ما قدرنا ندخلها من هناك والله حركة نايس صراحة خلينا ندخل اكثر المحلات اللي شو اسمه اللعبة الاصلية ما خلتنا ندخل يمكن لمكانين بس اتوقع اغلب الشيء مقفله بس هذا هو الطابق الثاني شقة 6 7 8 اتوقع ايش نشيك لو كان اي واحدة منهم مفتوحة كلهم مقفلين اربعة اوه هاي توديني على 5 متأكد انا او هذا 5 اوكي السلام عليكم اتمنى ان ما تمانعوا وجودنا في شقتكم الكريمة بس نمر مرار الكرام ما فيها شيء اصلا بس فيها ممر نابر بصوت قفل موجودين في اي شقه احنا هذه شقه ثانيه صح
طلعنا من الجانب المكسر صح؟ اي هذا اللي قلته انا. نو يا جيم، كنت بنزل الدرج بالشكل ما اقدر، خلينا نركب فوق للطابق الثالث عشان نروح احنا نبغى نروح. ايش الصوت هذا؟ نروح للشقة رقم 9 اتوقع. الدرج كله طاح. اوه شت، ممحي and then she came and washed it all away. It started to make sense again. It's this place. I can't fight it. I gotta get my head straight. Quick stop at Texas, then we're going. في حفرة تذكرني بحفرة سايلنت هيل 4. هو بيحطي له ساش، اكيد ساش. يلا دخل ايدك يا جيمس. اوه حصلنا المفتاح حق شو اسمه الميوزك بوكس. اوكي هي بس اوه كاتسين. ما ينفتح الباب شكله. دم او زيت هذا اسود. اي طلعنا للسقف دقيقة عشان ننزل. هذا ذاك في درج ما ادري ليش احسهم يبغون نسوي شيء في هالشقة دي او بس شيء كذا غريب صار. اوكي هذا مكسور. اوكي هذه كانت الشقة التاسعة. اوكي نايس، نقدر ننزل من ما نقدر ننزل، الدرج مكسور. اوكي عندنا هالدرعي، ننزل من هالدرعي. Let's go. Okay. وين احنا الان؟ اوكي طلعنا من الجهة الثانية. اوكي خلينا نروح للبار. قبل لا اروح البار خلينا نشيك على هذا المكان زيادة ونروح الى البار او الحانة. ميت هذا؟ ميت بس احتياطا، الاحتياط واجب. ما شكله المكان مسكر. خريطة زوم. يقول لي نروح على هذا الطريق. اولد ماب. ها هذا يأشر لنا الاماكن اللي نقدر نروحها. جراند ماركت ما رحتها. هذا تكساس هذا الاماكن دي ما رحتها. اوه اشرها في الخريطة جيمس وحط شيك بوينت على الاماكن اللي رحتها والاماكن اللي ما رحتها. نايس. وهنا مسكر طبعا، اليسار بعد مسكر، بس خلينا نشيك نشوف كيف مسكر كيف. اوكي محطوط شبك. يلا نروح على الحانة ونحل هاللغز ونشوف ايش بيصير. Thank you.
اوكي بعد ما حصلنا الزر شوف ايش بيصير. روح ل سي 2 اوكي. ما في صوت. اوه الا في صوت. ليش كان جيمس مدمع؟ الجرافيكس الخايس مع البي سي حقي. لا والله عيونه كانها مدمعة. ذكرته بوين؟ ليك تورس تيكتس. محطة تذاكر شو اسمه جولات البحيرة روز واتر بارك. Park on the lake. الحديقة اللي على البحيرة. قعدنا اليوم كامل هناك. Just the two of us staring at the water. بس احنا اثنين نطلع في البحر أو الماي مش البحيرة مو بحر مو بحر. أوكي. اوه مفتاح. نير بار كي وهذا مفتاح حق الباب هذا. اوكي. شو عندنا هنا؟ اوه حمام. علاج. give me he came back after you left. It's fine. He didn't try anything. He just seemed sad. Mumbled something about getting out of town with someone. I wasn't gonna let him drive in his condition, so I locked him out. This guy should be out back. Maybe check if it's still there. Maybe by morning. It's greenish, bluish. نقول زرقة بس على مخوضرة. 1 plate number ending with 6 I think. وين أشرت يا جيمس؟ أوه أشر هناك. وين احنا الحين؟ شيك في علاج اذا ما في شيء. احنا بنروح للمكان. هذه سيارة او تشبهها. ما في رقمها. لا مو هذه السيارة. آخرها 6. في باب مفتوح. اوكي هذا المكان اللي يبغى نروحه. بس دقيقة خلنا نشيك من الجهة. بس هذه سيارته فيها بس دواء. اوكي وش استفدت انا من سيارته؟ alright هذه سيارته بس شكلها ما ندور عليها. ممكن مو هي لان الخريطة اللي انتشر على هنا سيدة. Mm.
جرينش هذه سيارته. ايش فيها لكن؟ هل هذه؟ ما ادري والله. ما اقدر اسوي في السيارة اي شيء. مكان مسدود. او طلع في شيء في الارض. جاكيت. حركة حلوة انه اذا في شيء او ايتم جيمس تشوفه داير يطلع في الايتم. لو عبرت اوكي حصلنا مفتاح. وايتد ابارتمنت كي حق ال شو اسمه. اوه مع السلامة مع السلامة مع السلامة. مع السلامة. ما بقاتلكم كلكم. أوه. هذا المطعم صح؟ اوكي. ترى ما نروح لعاصفة، نبغى نروح للشجر. اوكي. المكان عاصف أكثر من قبل. كمل سيدة كمل سيدة. شربت العلاج بالغلط. لحظة عندي اسوي شيء في المكان. خليني افكر شوي استريح. خلينا نشوف اتوقع عندي ندخله. ما عندي ندخله ابدا. كان شيء يخل من الجهة. اوكي بيها ندخل من ورا بس عليه رقم سر. alright خلينا نروح لمبنى الشدر. وود سايد ابارتمنت. اشرب بعد ما الحين تعبانين.